الفتوى والتشريع الأسبق. كل الشكر لك على وجودك معنا ويسعد لي مساك. أهلا وسهلا. أنا شاكر لكم لأن الموضوع مهم، الإدارة هذه بالذات مهمة جدا. صحيح. وبمناسبة هذه الإدارة لازم نذكر شخصين مهمين جدا في بالنسبة للكويت، لأن هم كانوا السبب في إنشاء هذه الإدارة الهامة. نعم. المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم الصباح، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد، لأن هم استقدموا أكبر خبير فقيه قانوني اللي هو الدكتور عبد الرزاق السنوري، استخدموه إلى الكويت لوضع تقريبا معظم القوانين لإنشاء الدولة، ومن ضمن القوانين قانون الفتوى والتشريع. نعم، أسأل إن شاء الله يغفر لهم. وبالتالي كان هو أول رئيس الفتوى والتشريع دكتور عبد الرزاق السنوري باشا.